ايه صاك يا احمد ما طعمي كيدو زيوتو الرين بوي برسي ما نهار دو ما نري ما نسبي بوا ارا والله شو ساعات شهري من المطار تاير كان متاخير بو سافرنا بلا زتي بو وين هر حمي بيرا شنو ان شاء الله بسم الله اوي بو شحمي حلال علي اه الحمد لله في سناك في سناك صور بقريب دوي حلال علي رحمي حازره اه ريف سيو سريع قبل بو نوت خاصه كان يلاقي فرنيه او من طعمي كمان دوزيو ناوي افغاني كوزينة نا افغاني كوزينة بو ما انتشي بو كوبيدا بليس كوبيدا بليس بله كوبيدا بليس بله خواني افغانية احمد ويتي زوخ بوشة بشوتر هاتو ما ويتم يلا با تاقيكين وهر هاتين بو بريطانيا والله زوخ بوشة بيو ناخوش خواني افغانية برنجو شلو قوشو امانية ما انتشي؟ ماينشاي تقريبا ماينشاي اوكي لو سديش لي مطعمي سليمانيه يقدر ياكل ما بيني قراني كرديان لي او ما انا خوش جوي كي براسي حليميه لا شادي قوم ما قال ماني دوسيجر كردي كبينم انا رزو خوش كل جاي لي رجاو او قرناكم استهاتوا وازهم كل شكل جوره وي سوري ذا ميت از انسايد يس اه ثانك يو استا ما مصوتي كو شغل جوره بي ما سيك اوزا شتك بينم عليا بسم الله ثانك يو ما مصوتك كاميري جرس او استا خوادنك تاخيه كينو بزان او خوادنك احمد ركومنديه كات تامي تشي ايال توزا كشميشو وازم جوزر او جوزر لجوزر اتواب جوزر و برنجي كي زوزو طرع ديارا بزان تامي كين عادي بسم الله برا سيري ريكشني توبكم بدلتا چونا همي كي جاوازا زوج جاوازا بولي برنجو شليو كو خومان نية زوج جاوازا والله زوج جاوازا من بي قلتا چون برنجا لينين هل نو شلا لينين والله ايناس انا بس انواع تامي تيه طر نوع ايكا طر بهاراتي تيه برنجاكا بهاراتي كاش ديارني بس تامي قزوتو برنجك تامي قوش تياد فارني افغاني اهبا يا اوه ساتا ممكر الرقا زين تامي برنجيشي نام جيبا زين افر موتم بهارات وامانة بهارات غشي بخوتني عين زوزو خوشا بزر نتونة ونازعاش تكار تاك احمد مالا بقايكا مصدر اكون جوان كردوا خمي او سارين بو خريب بيها لو شيشة علي عنا بتشي امش لي عادي اشتش لي نسيس كتي علي ها او بتاتي وانزين كو بوشتو يعني تكردوا تعطوني سكو غوشتو ايه هوني سكي يا عادي عطامي كم زو خوشان بطامي خوان بس نسكي اما خوشتنا لما طعمه ويبين الحمي عن رايان كرت خوشت تخير نور مكتب اجالي رد استا طوابو حمي عهد مدري كده ام با تلقو فلا سيكي شون خوانك انو باساكوا احمد لا سويده زين شلون وسطاون ياك اللي راه وسطاو ياك اللي انا ياك اللي انا حمين دوسي مثل ليك ودورن ما زانم بلا باش غير بكريه بالي لرا كلاست شوف ابريتو بوست جادك ابي اقول باسكيل جبت تاك احمد جاي توزي كيم باش بعد انا طاوبن انجا امش قلت من باب شاني اوج بام باخوش مسيدي كم برين احمد ها ليرو صار خانيات تعمل بير مشيت هاي تر أما مي وخانة وخانة ودم زام شو مي ويا كان هي الله مو شي كان هي ها وين زام شيء سيركن شوتي ليرة بتشنا 6 باوند كيلوي 6 باوند كيلوي نا إيج داني يعني ده هزار دينار تريكاني جوانا ما شاء الله ايه سوبر ماركت جوان تاني يا احمد لالوني هنارا تقم شان تاني مجادة زوزو قلبارغة ما شاء الله شيني باركين نسرا ما شاء الله الليرا ما شاء الله يبو دانين ليني زاني تيوي امس شيء اوي خوش حمود دمتريك اريد ما تعمل هيك اما هم بقولوا اشتباه بيتا
بيت ماستر بيت ماستر مجوانا خوشة ام شو كريستيانو رونالدو اللي ري ياري خذ مانشستر يونايتد انجا برناك بازاركي او دشين لا ازدحامي ما شاء الله ساري في يدرو زي كريستيانو نابينين كريستيانو حمو بوليسا وحمو حرسا شازا ما شاء الله سيجونو كان خلق كان كم شوكا هاتين بو لندن اي نعم هنا مانشستر مول اخي نايشيا ترافورد سنتر زوزور راقي ديارا مول اوه مشتي هي بدرقا كوا ويليام و آدم كوا ميليا ايتو بيان بين داري فرانكيز بنيز كافتر هي مطمم في لجانتو لكويت آدم لكوين بتان هينام اوش اريد ام ولاكو ها بابا زي اكريتو زم درجه ابي خد طالني والله راح خوزين بخوتان شنو وطن هي اللي راه اكشن زخم تري بشان بس ابا زخمتي والله ابو شي واه وراك لا برد اول شي يا ما شاء الله سي المنظره يا والله اريد بيه تاون خفت مخو خفت مخو او هين بسر تشاو بسر تشاو نا نكت اخوي ليرا هو حمي مطعم ليرا الاخبارو لسر وش وازام لسر وش اسي بينا سم دو برادري برادري بيكاتشون زو زور قوري زو شوني كي خوشا بس لبر امشتانا وهذا شيء كاش بين بريطانيا ان شاء الله احمد شن صار له شعري مني كاس انا شعري مني ولا جانيا سيدي وارخي كان اكو ويليام الله واو ويليام هالشيء ببيني الله واو الله 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 يا احمد تايمي كرزين شو انا بسم الله اهبره بابا تشيلك ناس تلاقي هذي لذاتن خيره أما والله قهوة نابي حموش جيتيا يا وبني تام باش ميد باي تشيفرون كيتشن أحمد صالح مش بريطانيا يا أو بينا كان أو خانو كان أوايا زوزو خوش جادة كاني إنجا دائما سارة بدروية خلق بدروية لا يخو مانا ونيا دائما جولة هي أكشن هي ما بس تموية دائما جولة هي اما بازارك بتشوك لاي مالي خمانو اتر اما انواع سوبر ماركت مانه هر لم شونه انت اوكو دوني وتم او خانوانا بيري هاري بوتر مكويتو او فيلم مكان بوي الير تجيل يعني كردو نيه تجيل تصوير يعني كردو شريد يا كان تجيل يعني كردو ارو حمو بيتزا شوبر بالي لا بريطانيا ابو بس لم شارنا ولا شاي ترو نازين شاركنا اي شيء ابي دو يصير شي خوشا بزور شنو كش صلاه سماوه أتوني سنبرين سرداني كين بوليسي هدفا مجادة تسخانة تونا روا مجادة تسخانة نظام تون في أروات سيكساك أروات إيجي لمزيو So we are here in Derby, the shopping center, Ahmad K City. How many floors is it? Two, yeah? Huh? Two floors. It's three actually, four floors. And here are the taxi cabs. And in London they are black, like this one but black. Assalamu alaikum guys. We are here in Derby. The population is 300,000, so it's not a small city or big city. Probably it's more because it's so much crowded nowadays. Yeah, exactly. And yeah, Derby is a good place to live in because it's kind of cheap and good ways to get to London by rails and trains, affordable prices.
And it's cheap to get around. It's not so far away from each other. Exactly. The stuff, the places. We're middle of the country, East Midlands. Yeah. We are very close to Birmingham, Leicester, Manchester, London, Nottingham. All of them, within just 2 hours of radius. Yeah, it's so. Really close to everything. You are in the middle. Exactly. Yeah. So every weekend, whenever you are bored, you can get to those places easily. Yeah. We came to Burger Hood. By the way, the places Ahmed K takes me to is only halal. Alhamdulillah. We only eat halal. Is it true? Always, alhamdulillah. Alright guys, we are in the bus. We are heading towards London. And we have prepared food, the burgers here, and some chips and snacks, chocolates. The trip is going to be 3 hours. And we have the burgers here. Allah. It's so nice to eat while traveling. Bismillah. So we have the burger here. It's meat and chicken, both of them. Some potatoes and sauce here. Lovely times, isn't it? Yeah, man. All right, alhamdulillah, we did our prayers. We relaxed a bit, charged our phones. And now we are on our way to Edgewell Road. It's full of Middle Eastern restaurants, and you will see Kurdish restaurants, Arabic, and much more. We will see, inshallah. Shisha places everywhere. Kurdish restaurant, Kurdish supermarkets, barbers, midnight open, lovely. So this is our balcony. Just look at this. You need to go under this one. I hope I don't get stuck. Hello, London. Good morning, everyone.